بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن محاولة إنتاج مضاد حيوي ميكروبي، يعني للميكروبات. طبعا هذا المضاد الحيوي أنا من صنعته، وجربتها على أحد أنواع من البكتيريا، وطبعا يعني شفت نتائج يعني جبارة في هذا المجال. قدرت أقضي على أنواع من البكتيريا بسبب هذا المضاد الحيوي. طبعا مكوناته سرية ومحفوظة لحفظ الحقوق. طبعا أنا أنصح الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، بالذات يعني في صناعة الأدوية، تكثيف الجهود في دراسة الميكروبات وصناعة أدوية مفيدة وتقدر تقضي وتعالج البشر والإنسان والحيوان. وأيضا طبعا هذا العلاج تحت التجريب الحيواني، كونه يعني أحد تجاربي الحالية. قدرت أقضي على بكتيريا أسطوانية وحلزونية، وبكتيريا أيضا ممكن نجربها على البكتيريا العنقودية، ممكن يقتلها إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا طبعا أنصح مجموعة من الباحثين ومحبين يعني دراسة الأحياء الدقيقة في تكثيف الجهود في هذا المجال لدراسة أنواع من البكتيريا والميكروبيولوجيا، يعني داخل صلب الأحياء الدقيقة، و صناعة علاجات جديدة مقاومة لهذه الميكروبات، وتطوير هذا المجال ونقلها يعني إلى الجيل الجديد كي يعني يتطور في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة جدا في مختبري، كوني يعني درست أكثر من 3000 عينة في هذا المجال من ناحية الميكروبيولوجي. إن شاء الله يعني نقدم لكم موسوعة كبيرة جدا في هذا المجال، ونعرض لكم بعض الأشياء يعني الملفتة للنظر. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.